بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا، وبشكر أصحابي وحبايبي ومتابعيني كلهم اللي كانوا معايا في يعني الحمد لله رب العالمين في الأزمة اللي عدت. بس الحمد لله أنا بخير دلوقتي، وأنا سعيدة إن أنا معاكم. ويلا دعونا بقى نطير على أجنحة سحرية إلى عالم الأحلام. المفروض النهارده بقى عايزين نتكلم بصفة عامة عن يعني لو ربنا ادانا يعني الوقت. طيب هناخد منى من البحيرة. اهلا يا منى. اهلا بحضرتك. ازيك يا منى، عاملة الله ايه؟ يكرمك يا رب ويكرمنا. بالله عليك يا صوفيا، انت وكل المشاهدين تدعوا لي ربنا يفك عني كربي ويفارق همي يا رب. يا رب يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا والله يفك انا كربك. ظلمي جامد قوي حبيبتي، معلش ربنا يفك كربك يا رب. قولي اللهم اني ابس همي وحزني الى الله، دايما دايما خليها على لسانك، وقولي دايما اللهم دبر امور، ابث همي وحزني الى الله. تمام، يعني ما تشكيش لعبد، اشكي لله. ودايما قولي اللهم دبر اموري فاني لا احسن التدبير، خليها على لسانك دايما يا تلاقي الدنيا فرجت معاكي يعني انفراجة غير عادية. يا رب يا رب، وعنك يا رب وعن المشاهدين والمستمعين كلهم يا رب. اللهم امين. اتفضلي. بقول لحضرتك عندي رؤيتين باذن الله. خير، اتفضلي. هو جوزي في الحلم كان المفروض ان هو بيضربني انا بعصايه كبيره يعني، فلقى نفسه بيضرب اخته. فبعدين عماله تقول له انا فلانه انا فلانه، برضه فضل يضربها. تقول له اسمها يعني انا فلانه انا فلانه، برضه أيوة فضل فهمت. يضربها. اقول الرؤيه الثانيه. قولي يا حبيبتي، قولي يلا. الرؤيه الثانيه ان جوزي ودانا عند البحر وقال لنا الارض بتاعتكم اهي. فبعدين لما بنتي قالت ازاي الارضنا في البحر يعني، فانا قلت لها اصل الارض دي قلت لمين؟ لما يجي الصيف بتزح في الصيف. قلت لمين يا استاذه منى؟ بنتي بتقول لابوها ازاي ارضنا في البحر كده يا بابا. انه ارض، قال لنا ارضكم اهي في البحر، ارضكم في البحر. فالبنت بتقول له ازاي يا بابا ارضنا في البحر. فبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، انا قلت لها اصل الميه دي بتيجي في الشتاء وفي الصيف الميه بتروح. وبعدين بصينا لقينا في مراجيح معموله بجنازير كده ومحطوطه جنب البحر. مراجيح مالها؟ معموله بجنازير يعني مش شغاله. مربوطه. مربوطه. طيب حاضر. انا هفضل مع حضرتك. ماشي، عايزه اقول وانت قاعده معايا يعني. اوكي، يا ريت والله. بصي، اولا ضرب الاحياء لبعض معناها قطيعه، قطيعه يعني هتحصل فيه مشكله كده وهيحصل بينهم شويه يعني بعد، بس هيكون انت ليكي يد في الموضوع ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، عشان هو كان عايز يضربني انا اضربها هي. هو كان عايز يضربني انا، لقى نفسه بيضربني. الحلم الثاني طبعا سيدنا ابراهيم لما ساب اهله في الصحراء، معنى كده ان هو متوكل على الله، ولكن في حاجه يعني شويه هو متكل على الله، بس الدنيا برضو يعني هتحصل فيها مشكله كبيره معاك وكده، بس ان شاء الله في النهايه هيبقى في فرج. خدتي بال حضرتك؟ لانها هي لما بتسال بتقول يعني هل في ارض في الميه؟ نفس السؤال اللي قالته زي سيدنا ابراهيم. انا قلت لها الميه دي هتروح في الصيف. خليني احكي. نفس السؤال اللي سالته زوجي سيدنا ابراهيم، وقالت له يعني هتسيبنا في الصحراء وكده مكان لا زرع فيه ولا ماء، نفس القصه بس مختلف المكان. فمعنى كده ان هو بس متوكل على الله، بس ايه، طبعا ده نبي وده انسان عادي. فشويه مشدات في الدنيا هتحصل وابتلاءات، وبما اني المراجيح مربوطه، المراجيح الحمد لله انها مربوطه، لان دي مش مستحبه في الرؤيه، المرجيحه سيئه جدا، ويمكن هو الخطر الوحيد اللي ربنا عافيكم عنه يعني، والله اعلم. طب مشكلة. حضرتك في رؤيه دقيقه واحده ممكن اقولها؟ طب بسرعه يا منى عشان في ناس كتير لو سمحت. طب حضرتك يا بنتي شافت ان باباها رايح يشتري 3 غوايش، الغويشه في 7، فالراجل قال له 3 غوايش بواحد 20، قام جوزي اداله 57 الف يعني. قال له هي ب 27 الاول؟ قال له هي كانت ب 21، 3 غوايش 21 الف يعني. 21 الف. فجوزي ايه ادى للراجل 57 الف، فبنقول له انت بتديله ازيد ليه؟ قال الباقي بقشيش. وبعدين لما ركبنا في العربيه مروحين انا بقول له انا عطشانه،
فقام جاب لي بيبس ما جابليش ميه. لا لا الرؤيه دي ما هي الا يعني كلام نفسي كده، لاني بصي حاجات ملهاش مجال من التفسير، مفيش قرينه تفسر، كلام عادي يعني. اشكرك يا منى، اشكرك. مكي اهلا بيك يا استاذ مكي. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك. بعد اذن حضرتك انا عندي بس رؤيتين واختي معاها رؤيه، ممكن؟ يلا ماشي. اول رؤيه يا فندم، انا كنت بصلي استخاره على شراكه مع حد، فحلمت ان انا داخل بيت، البيت ده كان عباره عن اساسات. عباره عن ايه؟ اوكي، اساسات، يعني انا داخل البيت والبيت فيه اساسات. اساسات؟ اه اساسات، يعني البيت مش متشطب، هو انا داخل بيت والبيت عباره عن عواميد خرسانه. اه طيب طيب تمام. تمام. فانا طالع لقيت واحد كده بقول له ايه ده، هو انت هنا؟ انا ليه عندك 13000 جنيه عموله؟ قال لي ما انا عارف ان انت ليك عندي 13000 جنيه. قلت له طب هاتهم. قال لي حاضر هبقدهم لك. فحضرتك انا طلعت على السلالم كده لقيتني واقف على سور طوب، والطوب ده تحت مني بيقع. كنت هو نفسه الراجل اللي انت المفروض تخش معاه شراكه؟ لا ده راجل انا ما اعرفوش. اه كمل. فلقيت الطوب بيقع، وكنت وتحت الطوب ده حضرتك زي ما تقولي في بير كده، في كازورات وحاجات غريبه كده يعني. فرحت ناطط من الناحيه الثانيه وقفت على عمود خرسانه، ورحت نازل من البيت، والراجل برضو نزل بجري وراه بقول له هات فلوسي. قال لي يا عم هتقدهم لك، انا ليه عندك 13000 جنيه هاتهم. راح راكب عربيته وراح طاير. فلقيت بنوته في الشارع، البنوته دي بنته، رحت انا خطفها. فراح هو راح راجع. قال لي انت بتعمل كل ده ليه؟ قلت له انا عايز فلوسي. فجأة لقيته اختفى، ولقيت واحد من ضمن الشركاء بتاعهم اسمه بطرس. راح خطفني في عربيتي ورحنا طايرين سوا. طايرين بمعنى الكلمة. طايرين استاذ مكي، طايرين بس كده للسما ولا عرضا؟ لا عرضا يا فندم. طيب. هو بيمشي بالعربية بسرعة جدا زي ما تقولي طايرين. طايرين. واحنا تعبير مجازي. كمل. في عربيتين كده دخلوا علينا، حكوا في العربية شوية، بس احنا بعد كده كملنا ما حصلش أي حاجة. طيب بص بقى يا أستاذ مكي. اتفضل. أنت هتصلي الاستخارة دي تاني. تمام. لو تكرر الرؤية بسوقها، الرؤية دي معناها إن الشراكة دي مش نافعة أصلاً، المال أصلاً ما بني على باطل فهو باطل، المال كله حرام في حرام في حرام. ليه؟ لان البير ده اصلا طالما شفت فيه قاذورات ده اساس المكان او اساس اسمها ايه، هي راس المال، خدت بالك؟ والعواميد لما تكون من خرسانه ده معناه مال حرام، مال حرام ما فيهوش اتنين تلاته. لو تكررت رؤيه مشابهه لذلك اقفل الباب ده تماما، لان انا كلنا كل مره اقول ما فيش رؤيه بعد الاستخاره، بس لما تيجي الرؤيه مترابطه الترابط ده معنى كده انها رؤيه حق. فعايزك تاني تصلي مرة تانية وتحكي لنا ايه اللي هيحصل. تمام. انا اقول لحضرتك الرؤية الثانية. قول يلا. الرؤية الثانية ده يا فندم كانت ببنت انا كنت مرتبط بيها من 3 سنين. حلمت ان انا قاعد في اوضتها وهي واقفة قدامي شايلة بنت بيبي اسمها ورد. عارفها البنت الصغيرة دي؟ دي تبقى بنت اخوها. اوكي. هي شايلاها، هي بنت بيبي اسمها ورد، والبنت دي واقفه وبتبصلي وبتضحك. راحت مدياني البنت دي. فانا خدت البنت، وانا قلت انا هربيها وهبقى ابوها وهربيها احسن تربيه. اخدت البنت دي ونمت على السرير كده على ظهري وقعدت العب معاها شويه. فانا واقف في اوضتها ببص من الشباك لقيت في قدامي بحر او نيل، معرفش، بس هي حاجه زي البحر او النيل. وببص من البلكونه لقيت في عربيه في الشارع بتتقلب، عماله تتقلب تتقلب تتقلب، وراحت خبطه في شجره. فنزلت من البيت عندها اشوف في ايه اللي بيحصل تحت. نزلت لقيت العربيه زي ما هي، بل بالعكس دي متعدله زي تعديلات السباق كده، وفيها واحد صاحبي اسمه سامح. وفيها ايه؟ فبقول له ايه ده؟ واحد صاحبي اسمه سامح. سامح. فبقول له انت كويس يا ابني؟ قال لي اه يا عم انا كويس، انا مفيش حاجه. انت بقالك كتير سايب البنت دي يا استاذ مكي؟ اه بقالي كتير. هي هترجع على فكره، لان ظهور ورد ده جايه من الورود، يعني ايه ورود غائب، حد يعني هتورد تاني عليك. دي نمره واحد. نمره اتنين طبعا ممكن يبقى في اختلاف في وجهات النظر، انت شايف من منظورك يعني ان الموضوع مش نافع، ولكن لما انت قربت وشفت من زاوية تانية لقيت ان العربية اللي هي المفترض ان هي حياتك دي معدلة لذلك،
فالبني ادم في حياته بيمر بالسقطات والطلعات وكده يعني. فحاول ان انت توارب الباب، اعتقد والله اعلم ان البنت دي على خير، بس وارب الباب شويه. هو يا فندم مش اول مره احلم بيها، ده في حلم تاني حلمت انها قاعده في مسجد وبتقول لي انت فين، قلت لها انا بركن عربيتي قدام باب المسجد، قالت لي طب اركن وتعالى خش صلي معايا. حلو جميل، انا احسبها على خير يا استاذ مكي، ولا نزكي على الله احد. يا رب يا فندم ربنا يخليكي، انا اختي مع حضرتك هي تقول لك الرؤيه بتاعتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. هو انا حضرتك يعني عندي مشكله في شقتي، يعني ان انا لسه نازله منها قريب، ناس خدوها مني بالقوه الجبريه، بس هما ظالميني يعني. لا حول ولا قوه. تمام. فهم ظالميني في اخذ الشقه يعني. نحو. فانا نزلت منها، بس قبل ما انزل منها حلمت برؤية خير. ان الراجل الشخص اللي هو اخدها مني ده راجل نصراني كده، لقيته نازل من النقاله، ان العماره اتحولت لكنيسه، وهو نزل بالقوه الجبريه برضه بالقوه اللي هم الصاعقه اللي جه الشرطه، نزلوه على نقاله منفوخ بقاله سنين، بطنه منفوخه أبشل. وميت موته وحشه جدا، ونزل من الشقه، وانا جوزي كان جايب العربيه، قلت له تعالى ما تخافش، ده مش جايين لينا، ده جايين ليه هو. ابشري. وراح نازل والبيت اتحول لكنيسه، وهو اللي نزل على نقاله منفوخ، الراجل اللي هو خد مني الشقه الايام دي نزل على نقاله منفوخ. انا دلوقتي بيني وبينهم قضيه، وان شاء الله ربنا ينصرني فيها. ان شاء الله باذن الله تعالى هتنصري، والجزاء من جنس العمل، وتلك الايام نداولها بين الناس، زي ما اتعمل فيكي هيتعمل فيه، وكمان برد من الله تعالى. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا رب. ان شاء الله. البطن المنتفخه دي دلاله على ان في اموال حرام، لان البطن دي تعتبر هي الخزينه الخاصه بالمال، فلما تكون منتفخه بالشكل ده وريحتها نتنه زي ما بتحكي وكده، فده دلاله على ان الراجل ده هينكشف امره، يعني فلوس داخله على، يعني بصي هي فضيحه بسجن بقصه كده ملهاش لازمه يعني. يلا يا رب يا فندم ادعي لي كده، ادعي لي معاكي كده ان انا اتجلس. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. يعني دي معناها ان شاء الله ان ربنا يرزقني ثاني. طبعا ما عندناش شك ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. اصبري بس. شكرا يا فندم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. اشكرك يا ام مكي، اشكرك. غزال يا حبيبتي، وحشتيني يا غزال. السلام وحضرتك طيب. وانت طيبه، كل عام وانت بخير وجميع المشاهدين بخير. لو سمحت عندي رؤيتين. قولي. يلا. انا اختي جوزها متوفى الله يرحمه، الله يرحمه، جارتها شافت ان هو بيشيلوا العفش بتاع بنتها زنها تتجوز يعني. اها. وهي بنتها فعلا مخطوب. بيشيلوا العفش يودوه فين؟ يودوه يعني بيت جوزها، وهي البنت مخطوبه بالفعل. طيب حلو ده. فعمال جوزها يقول لها الله، اللي هو يعني اللي متوفى ده عفش الجميل يا امل، حاجه الجميل. رؤيه مش محتاجه التفسير يا غزال، الرؤية حلوة ومعناها إن شاء الله اكتمال الزواج على خير، لأن في رؤى أصلا مش ما فيهاش رموز تفسر، بتبقى حقيقة يعني. تمام. يا رب تمام لها على خير. الرؤية الثانية بقى، أختي شافت إن هي بتصطاد سمك، سمك كتير ما شاء الله، سمك بولت، بس بتصطاد في لمؤاخذة يعني حلة كبيرة كده، من الناس بولة عندنا هنا قص عليها بتاع البنان وكده. إيه؟ بتاع حلة كبيرة وكده، عمالة تصطاد بقى سمك بولت. طيب حلو جميل. فعماله تطلع سمك بولت كتير، وبتبص لها التلات بنات في عمر الرضاعه، بس هي ما تعرفهمش. تلات بنات قاعدين لها كده في عمر الرضاعه ما تعرفهمش، وبنتها بتقول لها، بنتها بقى متجوزه جايه تقول لها يا امي هم ست قريتي قدكم. ها ايه؟ كملي يا حبيبتي كملي، سامعاكي. خلاص هو الحلم كده، ممكن طيب حاجه بس كده. ابشري يا غزال، ان شاء الله باذن الله تعالى. الحله معناه الانثى، يعني بنتها، وبما انها بتصطاد منها سمك معنى كده ان البنت دي ما شاء الله خيرها كتير، ذريتها كتيره، ارزاقها كتيره، بسم الله ما شاء الله هتفتح عليها فتحه غير عاديه، بشاره مؤكده يعني، والله اعلم. اشكرك يا غزال. ومعانا منى من الغربيه. السلام عليكم. اهلا يا منى، ازيك؟ ازيك يا دكتوره، وحشتيني جدا والله. حبيبتي ربنا يخليكي يا منى. ربنا يا رب يفرج همك ويشرح صدرك يا رب. اللهم امين يا منى، اشكرك يا حبيبتي، ميرسي. لو سمحت يا دكتوره، عندي حلم لماما وحلمين لاخويا، ممكن؟ يلا قولي. ماما حلمت ان هي ماشيه في طريق، والطريق ده متسفل جديد، بس الاسفلت بتاعه زي ما يكون لسه طري كده، وهي ماشيه عليه، وفي واحد ماشي معاها اسمه عبد الفتاح، وخاله اسمه عبد الستار. حلو. وبعدين هي بتقول ده الطريق ده بايظ، لسه الحكومه هتيجي تظبطه يعني، وهي ماشيه الطريق ده زي ما يكون مليان محلات عطاره. أيه. وفي وفاض زي ما يكون لسه هتتعلق وكده. في ايه؟ وهي في الحقيقه ما بتمشيش.
وهي في الحقيقة ايه؟ ما بتمشيش، تعبانة مش بتمشي، يعني مش بتتحرك في يعني تعبانة مش بتتحرك خالص، رجلها وجعها خالص؟ اه عندها جلطة. يا حبيبتي ألف سلام عليها، ربنا يقومها بالسلامة يا رب. الله يسلمك. أقول الحلمين التانيين؟ طيب قولي يلا. أخويا حلم إن هو داخل ومشي معاه واحد وبيقول له إحنا داخلين دلوقتي على المسجد الأقصى. الله. والمرة التانية والحلم ده بيتكرر معاه كتير إنه واقف على الكعبة وشايف السعودية كلها وأرض البقيع. ما شاء الله. الحلم ده بيتكرر معاه كتير. أبشري. هو في نيته سفر لعمل بره ولا حاجة؟ لا. طيب هو هيسافر على فكرة. هيسافر لعمل، بما إنه تكرر عليه المنظر ده فهو احتمال كبير يجيله شغلة في السعودية، وهيكون بالاخص في المدينه يعني. طيب وهو دايما يا دكتوره بيحلم انه قاعد في مجلس كده وفي الناس اللي قاعده معاه ناس يعني ذو شأن عالي كده، ما شاء الله. ودايما بيحلم. هو بيشتغل ايه يا منى؟ هو مش ثابت حاليا في شغل يعني. لا يعني هو ايه اصلا ايه مهنته؟ هو يعني ممكن يكون إدارة أعمال كده. طيب إن شاء الله علو شأن ليه ومكانة يتمكن منها يعني، بما إنه قاعد ويعني واخد وضعه كده، فده إن شاء الله بإذن الله تعالى مكانة يعني شغلة. طيب ممكن حلم بسيط ليا؟ طب بسرعة منا عشان ناس كتير. طيب أنا حلمت زي ما يكون يوم مولد النبي كده، وأنا ماشية في مكان وفي واحدة صاحبتي أو أخت تعتبر أختي يعني اسمها إيمان ماشية معايا. وزي ما يكون في ناس جماعة واقفين كده وجماعة واقفين الناحية التانية، وفي رجل كبير قاعد وبيقول أنتوا هتمشوا مع الصحابة ولا مع الزاهدين؟ قمت أنا شدة إيمان دي من إيديها، قلت له لا هنمشي مع الصحابة. ما شاء الله عليك. وبعدين أنت كام سنة يا منة؟ أنا؟ 19 سنة. بسم الله ما شاء الله ربنا. أنت بتصلي؟ الحمد لله. برافو عليكي، الله يزيدك يا رب. وبعدين واحنا ماشيين زي ما يكون معديين من على استوديو كده، وبعدين انا بقول لها هندخل نتصور، هي بتقولي هندخل نتصور، قلت لها طب ماشي هروح بس اظبط الحجاب بتاعي واحط مكياج. وبعدين وانا جايه البيت يعني الادوات بتاع المكياج بتاعتنا مش زي ما هي. دخلتي الاستوديو اهم حاجه؟ لا. احسن الحمد لله. الاستوديو في المنام وحش جدا لاني ما خرجتش من البيت اساسا تاني. طيب ده حلو قوي. ابشري يا منى، اولا رؤيتك دي بسم الله ما شاء الله يعني لا نزكي على الله احد، ولكن انت نحسبك على خير. يعني تمسكك بايمان معنى كده طبعا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان في اواخر الزمان المتمسك بايمانه كالقابض على الجمره، معنى كده انه هيعرض عليكي امور انت هتبقي اقوى، ايمانك اقوى وجهادك اقوى، هتتمسكي بدينك. من ضمن الامور اللي اتعرضت دي زي ما قلت لك اللي هو الاستوديو مش حلو، معناه مكان موبوء او مجموعه من الناس او حاجه كده يعني هتعرض عليكي، بس الحمد لله رب العالمين ربنا عافيكي. موضوع المكياج والطرحه ده صيانه زواج يعني باذن الله تعالى، بس هتتجوزي صغيره قوي يا منى. اشكرك يا منى. مين؟ يا رنا. السلام عليكم. اهلا بيكي يا رنا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا حلمت ان انا لابسه فستان ابيض ولسه خارجه من كوافير ومتمكيزه. انت لسه ما اتجوزتيش يا رنا؟ لا. لسه. طيب. كمل. ومتمكيزه مكياج حلو وعماله ابص في المرايه ومسرحه يعني تسريحه حلوه، عماله العب في شعري وابص في المرايه وفرحانه جدا. ابشري. يلا هتتجوزي بقى، مبروك. هتجوز؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. بصي المرايه للبنت معناها، بصي عشان دي بتحمل لك الصوره مزدوجه يعني فاهمه، جايه من الزواج. تبقى ايه معلش؟ المرايه للبنت العزباء معناها زواج، لان بتزدوج الصوره، خدتي بالك؟ فده زواج ان شاء الله، وبما انك شايفه نفسك حلوه وجميله في كده، معنى كده ان الزوج ده نحسبه على خير يا رب ان شاء الله يجي لك بالسلامه، لو جه يتمم لك على خير يا رب باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. اشكرك يا رنا. ومعانا استاذ محمد. استاذ محمد بكفر الشيخ اهلا بيك. اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. مساء الخير يا دكتورة. أهلا وسهلا. محمد من كفر الشيخ. يا أهلا بيك يا فندم، اتفضل. الحقيقة أنا يعني كان عندي حلمين وبعتهم لحضرتك على ال ماشي. قول. اتفضل. أيوة يا أستاذ محمد.
بعتهم لحضرتك على طب ممكن توطي التلفزيون عشان نسمع بعض؟ نعم؟ ممكن توطي التلفزيون ونسمع بعض؟ اه قوي. طب يلا اعيدهم بقى ولا حضرتك عارفاهم؟ والله لا صعب ان انا افتكر، قول يلا قول من الاول. هو انا حلمت ان في واحده يعني عزيزه عليا كان فيه خلاف بيني وبينها، وبعدين لقيت نعم ايوه سامعاك كمل. لقيت ابن عمي دكتور، هو بيقول لي انت مزعل الدكتوره منك ليه، انت لازم تيجي تصلحها. فاخدني ورحنا البيت بتاعه، فلقيناها جوه يعني هي موجوده في البيت، رن الجرس فطلعت اول ما شافتني يعني خدتني كده بالحضن وقعدت شويه يعني ساكته. وبعدين في صوت بينادى عليها من جوه، فبنبص لقيت واحده طالعه كنت انا اعرفها زمان وكده، شافتنا كده فتبسمت وسكتت. وبعد كده قلت لها ايه انت لسه زعلانه مني؟ قالت لي لا خلاص مفيش زعل ولا حاجه. طيب ومشينا وسيبناها في البيت. روحت على البيت عندي هناك والدتي الله يرحمها قالت لي انت ليه مزعل الدكتوره منك؟ قلت لها لا خلاص انا صلحتها ومفيش خلاف. حلوة خلص الحلم على كده. جميل ابشر ان شاء الله صلح وسماح وان شاء الله ربنا يزيل كل المشاكل اللي بينكم باذن الله تعالى. رؤيه كويسه ان شاء الله. حلوه قوي. قول الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه ان انا نفس الانسانه دي كنت معاها، وبعدين هي ورتني حاجه في جنبها اليمين كده زي ما تكون مثلا حاجه بارزه، ممكن تكون حبايه او تكون اثار عمليه او يكون حاجه يعني كده، مش عارف بقى ايه تفسير دي بصراحه. طيب هو طبعا بص الجنب عاده للراجل بيبقى المراه الانثى، ولكن للمراه بتبقى السند، فمعنى ان يبان فيها ندبه او يبان فيها حاجه او يبان فيها حاجه، معنى كده ان في حاجه في سندها او في حد في حياتها مثلا مسبب لها مشكله كبيره، خدت بالك؟ فهي ممكن تكون عرضت عليك المشكله دي او حاجه، ف يعني الرؤيه دي بتؤكد ذلك. تمام. انت وطي التلفزيون واسمعني يا استاذ محمد. تمام. اشكرك يا استاذ محمد. اشكرك يا فندم، اتفضل. مريم، ازيك يا مريم؟ الله يخليك يا دكتوره. يا حبيبتي وحشتيني يا مريومه، ازيك؟ والله انت اكتر يا دكتوره. حبيبتي والله. وازاي اختك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الله يخليك يا رب. فاكرانا لسه يا دكتور. يا حبيبتي ما اقدرش انساكوا يا حبايبي كلكم. الله يخليك. اتفضلي. انا لسه معايا حلمية للنهارده. يلا قولي بقى ووطي لي التلفزيون يا مريومة عشان نسمع بعض. موطيها انا في اوضه ثانيه اصلا. طيب يلا قولي. انا شفت يا دكتوره في دار عندنا اسمها سريعه. في ايه؟ دار عندنا اسمها سريعه. الحديقه. شرق. لا وضحي لي كده مريم تاني لو سمحتي. شارع جارتنا. جارتكم؟ اسمها سميعة. اسمها سميرة. سميعة بالعين. سميعة. ايه الاسم الغريب ده؟ ها؟ والله المهم خطفتني انا واولادي في البيت بتاعها بعيد من البيت الحقيقي يعني. هو انت بتتكلمي من تحت المية يا مريم؟ لسه معاكي خالص. مريم يا تبعدي التليفون يا تقفي في حته فيها شبكه يا اي حاجه عشان افهم. خطفتني انا وولادي بقول لك. خطفتك انت وولادك؟ في بيت بعيد من بيتها الحقيقي يعني. ده وحش كده يا مريم. ما هي بس خطفتني محبه يعني مش عايزه تاذيني. هي بتحبني كان ما عايزاني اعيش معاها، بس ولادي مجرمين كانهم من داعش اللي هم ملثمين وبيلبسوا اسود دول. مين دول لابسين اسود؟ اولادها زي داعش اللي هم ملثمين. عيالها لابسين اسود في البيت. لا ولادها مجرمين اصلا في الحقيقه. في الحقيقه. لا في الحلم. في الحلم. ماشي قولي كملي يا مريم. في بحر قدام بيتها كده لقيتهم بيضربوا ناس عشان يترموا في يعني يموتوا بعد كده يبقوا في البحر. عفوا مريم انا بعاني وانا بسمعك تخيلي. ممكن يا مريم تتصلي تاني عشان نفهم بعض؟ اه
مين؟ أمينة. أيوه. أهلا يا أمينة. ازيك؟ أهلا بحضرتك. ازيك؟ اتفضلي. أنا عندي حلم، ممكن حضرتك تفسرولي؟ يلا قولي. أنا حلمت إن أنا قاعدة أنا ووالدي، أنا والدي متوفي. جوزك؟ والدي متوفي. والدك متوفي الله يرحمه. ها؟ حلمت اللي أنا قاعدة أنا وهو وجوز عمتي و ها؟ وبعدين رحت نازلة أنا وأخويا في الشارع ماشيين، وقعت في حفرة. ألو؟ أيوة سامعاكي يا أمينة، كملي. وقعت في حفرة وبعدين عمالة أقول الحقوني الحقوني الحقوني، أخويا عمال يشد يعني بيعمل الرملة عاوز يلحقني. راح وقع هو كمان، بس الرملة دفسته. ألو؟ لا الرؤية دي مش حلوة يا أمينة، نفسرها ولا إيه الدنيا؟ طب إيه هي طيب؟ خلي بالك، في بصي أي وقوع في حفرة معنى كده مكر من أعداء، خدتي بالك؟ يعني خلي بالك من اللي حواليكي، ممكن يكونوا مدبرين لك مصيبة، يعني ربنا يبعد عنك كل شر. ومعنى ان اخوكي حاول يطلعك معنى كده ان هو ودخل هو في الموضوع، فخلي بالك من اللي حواليكي واعرفي اعدائك مين، وتحري يعني الدقة في اختيار الناس اللي حواليكي، لاني واضح ان يعني اعوذ بالله الناس اللي حواليكي مش تمام يعني. تمام. ربنا يستر عليك. قولي. ام مالك. اهلا يا ام مالك، اشكرك يا امينة. معلش. الو. اهلا اهلا يا ام مالك، عاملة ايه؟ الحمد لله. ام مالك، بقولك انا حلمت بجوزي. يا ام مالك التلفزيون لو سمحتي. حاضر. انا حلمت بجوزي اللي هو جايب ترنج جديد. جايب ايه؟ جايب ترنج جديد ولبسه، وبعدين قلع ولبس القديم بتاعه. اقول ولا ما اقولش؟ لا ما تقوليش. وبعدين انا حلمت ان انا قلعت شبشبي القديم ولبست شبشب جديد. انتوا اتخانقتوا ورجعتوا تاني؟ انتوا سبتوا بعض ورجعتوا تاني؟ نعم. اتخانقتوا وسبتوا بعض ورجعتوا تاني؟ سبنا بعض. انتوا اتخانقتوا قبل كده وسبتوا بعض ورجعتوا تاني؟ بص احنا على طول في مشاكل بصراحه. طيب بصي بقى، الرؤيه تحذيريه انذاريه. الرؤية معناها ان هو ممكن يلوف على امرأة اخرى، ولكن هيفوق لنفسه ويرجع لك تاني. حاولي ان انت تخطي المشاكل دي كتير كده، تخطيها. واضح انها كتير جدا بما انك قلعتي الشبشب اعزكم الله. الشبشب ده دلالة على الزوج، وخلعك للنعل ده دلالة على انك خلاص زهقتي ومش قادرة تكملي. انا قلعته خالص، سبته خالص الشبشب بتاعي، واساسا معايا في الحقيقة، وجبت واحد غيره مقفول من قدام كده ولونه اسود. ولبست الجديد؟ لبست الجديد ومشديه. ده انت بايعاه بقى خالص. بصي يا ام مالك، يعني بصي عشان بس مالك اعتقد، يعني ما عندكيش غيره ولا في تاني؟ لا معايا مالك وجودي. الله يحفظهم. يعني حاولي لو الدنيا ينفع ان احنا نهدي اللعب كده شوية، حاولي عشان خاطر الولدين دول او العيلين دول. ايوه. طب معلش انا عندي حلمة بس تاني صغير. يلا. طيب اشكرك يا ام مالك. ايه من المنوفيه، يا اهلا باهل المنوفيه كلهم حبايبي. ايه. طيب اشكرك يا ايه. هي مريم كان كلامها مش واضح، بس انا عايزه اقول لك كلمه سميعه دي معنى كده جايه من التصنت والتسمع، بما انها اصلا اسره مش كويسه. انت بتقولي ناس شريره طالعه لك في الرؤيه وكده، خلي بالك جدا، معنى كده ان في ناس بتتعقب اثرك، عايزه تعرف اخبارها. هي دي رؤيتك ولا رؤيه اختك؟ مش عارفه. عايزه تعرف اخباركم، ف يعني حاولي ان انت تنتبهي يا جماعه. الرؤى مش طيب. نعمه. السلام عليكم. يا اهلا بيكي واهلا باهل اسكندريه كلهم. يا حبيبي انا حلمت حلم كده عايزه اقوله لحضرتك. قولي يا حبيبتي. ان اخو جوزي اعطاني ظرف تقيل قوي كده وابيض، وقال لي دولارات. اداكي ايه؟ دولارات. اداكي دولارات. المهم في معايا في البيت سكان فوق، يعني احنا مش على علاقه مش طيبه مع بعض يعني. فهم دول انا شاكه ان هم اخذوا مني الظرف ده.
يعني اتسرق مني. فانا عايزه اقول لاخو جوزي ان الظرف اللي انت عطيتهوني دوت اتسرق مني. فجوزي قال لي لا ما تقولولهوش كده. طب حصل سؤال، هو اخو جوزك ده متعود يعني يديكوا فلوس وكده؟ ايوه. طيب حلو قوي، ابشري. اولا الجار المقصد بيه حد قريب. ايوه. ومعنى كده ان يعني انت تشكي ان هو خد منك الحاجه، معنى كده ان في حد قريب. في حد قريب ليكم يعز عليه ان ده بيغدق عليكم بالاموال، فممكن يكون سبب لقطيعه. انت ممكن توطي التلفزيون واسمعيني، ممكن يكون سبب لقطيعه الخير ده. طبعا هو الارزاق بيد الله تعالى، ولكن احنا ما احنا الا اسباب. ايوه. خلي بالك من الناس، ما مش كل اللي في حياتنا نحكيه. فهمتيني؟ ايوه. خلي بالك من القرايب، بس ده اللي اقدر اقوله. طيب شوف، يعني مش حاجه وحشه يعني بالنسبه لي وكده. ايه؟ مش حاجه وحشه يعني. لا ما انا بقول لك خلي بالك، خلي بالك، لان هم يعز عليهم ان ده يديكي فلوس. ايوه. فهم عايزين يقطعوا، بما ان الست دي تمثل الناس السيئه، فمعنى كده وهي جاره، فدي اقرب حاجه. الجاره بتبقى قريبه، بيقول لك رب جار قريب خير من قريب بعيد او حاجه كده، فمعنى كده ان خلي بالك من الاقارب. اشكرك يا استاذه نعم. حبيبه. الو. يا اهلا بيكي يا حبيبه. عاملة ايه؟ وحشتينا يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا حبيبة. خير بقى؟ يعني حرام عليكي كده الاسبوع دوت، خليتينا يعني. حبيبتي يا حبيبة، صديقة البرنامج، وميرسي ليكي يا حبيبتي، واشكركم على الدعوات بجد والله، شكرا ليكم. يلا ربنا يشفيك يا رب. اللهم امين. اشكرك. حلمت ان يعني بنت خالي جايبة ترنج ابيض. متجوزة؟ لا ولا اي حاجة خالص. ابشري هتتجوز. فبتقول لي بصي بابا جايب لي لبس يعني جلابيه العمره، هي لابساها وبتورينا بس الصور. جميل جميل. فانا بقول لها ما انا بصي ما انا بابا برضو جايب لي جلابيه، ايه ده؟ وابوكي وابوه يعني باباكي وبابايا هيودونا العمره. فانا بوريها الجلابيه بتاعتي برضو لونها ابيض جميله قوي، بس في واحده جارتنا بتمسك الجلابيه بتاعتي راحت الكم مقطوع اتنين. يا نهار ابيض والله، ومقطوع اتنين يعني مشقوق كده. فانا بقول لها ايه ده انت بتقطع الجلابيه بتاعتي ليه؟ فراحت بتقول لي انا ما كانش قصدي. طيب ما قطعتش شيء. خلي بالك يا حبيبه، خلي بالك من العين. اي حاجه تتشق نصين او تتفتق او تتقطع حاجه كده من غير سبب ولا حاجة، اعرفي ان دي عين شديدة داخلة عليكم عشان نعمة، يعني كل ذو نعمة محسود. ف خلي بالك، ارقي نفسك يا حبيبتي، وشوية كده برضو يعني ايه، ما تقوليش كل الخير اللي داخل عليكي، الناس شغلتها تتصيد الحاجات دي وتأذيكي. يعني معنى كده ان هو هيحصل خطوبة ليكي وللبنت قريبتك، بنت خالك، هتحصل خطوبة ان شاء الله. بس انت خدي حذرك، لان انت ممكن يكون الراجل احسن منها، من جوزها، او احسن من خطيبها. ف لا مش مخطوبة يا صاحبتي. هيحصل يا حبيبتي، هيحصل، هتتخطبوا مع بعض، تمام؟ بس العين ممكن تصيبك بحاجة، فلذلك احنا ناخد حذرنا. طالما ربنا بعت لنا الرؤية دي، معنى كده ان احنا ناخد الحذر قبل ما يحصل. خدتي بالك؟ ترقي نفسك وتحصلي نفسك. رؤية تاني معلش. يلا قولي. حلمت برضو ان بابا، يا بابا متجوز اصلا واحدة تانية غير ماما. ايوه. فهي مراته ديت قاعدة عندنا في اوضتنا. اها. فبتقول لي انا عاوزة من ابوكي، بتقول له اختي التانية انا عاوزة من ابوكي 300 جنيه عشان انا اديت لابنها اللي هو ادم ده اللي هو اخويا 4 جنيه و2 في 2 يعني 4 و2 جنيه. 4 جنيه 2 جنيه، وعاوزه 300 جنيه من ابوكي عشان عليه عاوز مصاريف المدرسه. فراحت اختي بتقول لها طب خلاص ماشي هنديهم لك لما بابا يجي. فبتقول لها طب انا عاوزاهم. بابا بقى بيقول لي عمتي، احنا بنقول لبابا يعني ام ادم عاوزه الفلوس، فبيقول لنا انا هديهم لها عشان ما توجعش دماغي وتبعد عني. طيب بصي، هي الحوار على الاموال ده للاسف الشديد مشده، هتحصل بسبب حاجات مادية، يعني مش شرط مال، بس هو ميراث في أمر ما. طالما ذكر 300، بصي اسمعي يا حبيبة،
300 400 500 حاجه فيها خمس ربع تلت نص كل الحاجات دي تندرج تحت الميراث. وطالما هي عماله عايزه تاخد حقها فمعنى كده انها يعني الله يصلح حالها شويه كده هتخش في الماديات. المكان ده بقى اللي انا وبابا يعني انا بس انا قاعده في العربيه، بابا بقى اللي بيخلص ورق يعني مع واحد. المكان ده فيه رمله وباب اسود، بس الباب ده اسود يعني مش عمارة، هو باب بس اللي انا شايفاه منها باب اسود. بيت؟ باب اسود. باب اسود؟ والرملة دي فين؟ هي يعني في مكان كده انا لقيت انا نفسي انا وبابا فيه، بابا بيخلص زي ورق كده. والمكان انا قاعدة في العربية. لا ده مش حلو يا حبيبة، الرؤية دي وحشة جدا. الحلقة هو هي دي الرؤية، نفس الرؤية اللي انا قلت لك مرات بابا فيها. لا مش حلوة، مش حلوة. هي بقى فيها بابا زي ما يكون بيخلص ورق، المكان ده بس في رملة وباب اسود. انا بقولك ان في حاجة فيها ميراث اللي بتحكي عليه ده قبر. ربنا يسترها يا اشكرك رب. يا حبيبة اشكرك. سهام اهلا بيك يا سهام. سهام طيب اشكرك يا سهام. احنا بنفسر اول باول على فكرة. احنا طيب منى اول حاجه قالت ان لا احنا دي قلناها والدتها حلمت. منى مامتها كانت شافت رؤية اللي هي مامتها رجلها وجعاها وشافت انها ماشيه في طريق اسفلتي ولكن لسه لين يعني وبقت رجلها تلزق فيها وكده، وكان معاها واحد اسمه عبد الفتاح واحد اسمه عبد الستار وفي محلات عطاره وكده. بص يا منى، هو طبعا معلش هي وعكه صحيه زي ما انت بتقولي، بس هي شويه هتطول ولكن ان شاء الله تعالى ربنا هيفتح عليها بالشفاء. ويعني الستار ده يعني وعكه تليها وعكه بس هتعدي منها بسلام. طيب معانا ام احمد من الشرقيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ام احمد. اهلا بحضرتك. انا عندي حلمين. اتفضلي خير. انا ابني حلم ان هو راكب جمل عالي خالص، هو ابن خالتي اسمه سيد. ماله؟ و... خاطر؟ بتقولي ماله؟ ابني حلمت يعني عندي ابني حلمي هو راكب جمل عالي خالص، هو ابن خالته. هو ابن خالته. ماشي. اسمه سيد. مشوا عدوا على راجل قاعد اسمه محمد وابنه اسمه سامي، بيرمي السلام، ابني بيرمي السلام على راجل فابنه عمل له كده يعني الراجل مش قادر يرد عليك السلام عيان. راح الجمل رمي ابني على نخله هو فوق في عبط النخله كده. ايه؟ سامعني حضرتك؟ عمل ايه تاني كده؟ عمل ايه؟ الجمل السلام. راح رمي ابنك على فين؟ على النخله عاليه برضه. ها ها ها. راح ابني بيرمي السلام على راجل قاعد وابنه اسمه سامي وراجل اسمه محمد. ايوه دي فهمتها. بعدين؟ مش قادر يرد بس اسأله على التليفون لو سمحت. فابني لقى نفسه بعد ما ارتمى على النخله لقى نفسه ارتمى في اوضه مع واحد صاحبه اسمه محمد باكله لحمه وبطاطس، بس ابني خد حته لحمه ولكن صاحبه قاعد هو اللي ياكل. هو ليه؟ دي حلم. قاعد ياكل يعني كده. طيب تمام. دي حلم فاكرهولي عشان استنى في حلم تاني يا دكتور. استنى هفصلك الاول قبل ما تمشي. اتفضلي. اولا ركوب الجمل ده معناه سفر. وبما انه بس سفر فيه شده وصعوبه. وبما اني اتحدف من الجمل ده على النخله فمعنى كده ان هو هيقابل مشاكل شديده جدا وهيكون فيها على طول. فربنا يستر عليه يا رب ان شاء الله. قولي والراجل لسه في حلم تاني يا دكتوره، بس الراجل اللي رمى عليه السلام ومش قادر يرد السلام عيان. الراجل اللي رد عليه اللي رمى عليه السلام مش عايز يرد؟ شاور لابني قال له يعني مش قادر يرد عليك السلام عيان. عريان؟ عيان تعبان. عيان. دي حلم يا دكتورة. ماشي طيب اشكرك. ممكن اتقفصل. استاذ وليد. استاذ وليد طيب بص يا ام احمد، زي ما قلت لك ركوب الجمل معناه سفر، والجمل
انا ما بحبوش في الرؤيه على فكره. في ناس كتير تقول لك الجمل حلو، لا الجمل شيطان على طول. معنى كده ان لان الجمل ده قلبته زي ما بيقول لك اول ما يقلب يقلب صاحبه، فمعنى كده ان هو كان فاكر ان هيجي له خير من السفريه دي، ولكن للاسف الشديد هتتقلب على دماغه. فقولي له لو في دلوقتي سفر ولا حاجه، لا جمد كل مواضيعك، ما تعملش حاجه لغايه لما ربنا ياذن. عليه افضل الصلاه والسلام. اشكرك يا احمد طبعا على الاغنيه. ويلا بينا نستأنف رحلتنا الى عالم الاحلام. معانا ايوه الو. السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا. الله يسلمك. الحمد لله. مين حضرتك؟ اتفضل. انا اسمي السيد من الغربين. اهلا بيك يا استاذ سيد. اتفضل. الله يسلمك. دلوقتي انا حلمت حلم ان امي بتبيع سمك بلطي في طشت كبير كده، والمهم هي قعدت على زي سوق كده، وانا حطيت السمك والحاجات دي في الطشت، وقالت لي انا عايزه فحم بقى. قلت لها انا اجيب لك قد ايه، نص كيلو ولا ربع كيلو؟ قالت لي هو ب2 جنيه هيديك كتير. فانا قمت ماشي في حته طرقه كده فيها ناس كتير وزحمه، وتنتني ماشي كتير لما انا تعبت ورجلي وجعتني وتعبت، يعني قلت يا امي لو جت هنا تتعب قوي. بس بص يا استاذ سيد، اولا طبعا بيع السمك مش مستحب، شراؤه هو المستحب. معنى كده شوية خيرات يعني هتروح نقدر نقول، بس ايه نحافظ عليها بقى. والفحم ده للأسف الشديد برضو يعتبر من الناس اللي حواليكم اللي هي مش كويسة، النمامة، الناس اللي مش يعني ناس مش حلوة، خلي بالك منهم، لأن دول هيكونوا مصدر لإزعاج ليكوا. ومعنى إن رجليك وجعتك معنى كده في عرقلة في الأرزاق. اشكرك يا استاذ سيد. الو ايه؟ ايوه يا ايه. السلام عليكم. واتش التلفزيون يا ايه. طيب اشكرك يا ايه. بس احنا كنا بنتكلم على استاذ سيد. فبصوا الرؤيه بتجيلنا مش تسليه، مش عشان يعني احنا ونايمين كده نتسلى قبل ما نصحى من النوم، لا عشان ناخد احتياطاتنا، دفع ضرر، دفع اذى، استعداد لاستقبال بلاء، تمهيد لاستقبال مصايب. نقدر نقول ربنا سبحانه وتعالى ما يديناش الحاجه دفعه واحده. مين؟ ام روضه. اهلا بيك يا ام روضه. اهلا بحضرتك. ازيك اتفضلي. هو حلم ان امي حلمت ان حماه اختي تعبانه. حماه اختك تعبانه. وهي هي هي تعبه اختك شويه؟ لا. طب وطي التلفزيون عشان اسمعك يا ام روضه. لا خالص. ام روضه ماشي حاضر. بصي دايما كمان بحلم. لا اسال في الحلم الاولاني. انا بطلع جامع ام روضه السلالم مكسره. اسمعي. وبعدين بنزل في اوضه بتكون الاوضه دي فيها زي قسيس. ايوه. بتطلعي جامع وصعب ان انت تطلعيه، بتلاقيه متكسر وبعدين؟ بعدين بنزل تاني بلاقي اوضه دخلت حملت فيها بنتي، وطلعت لقيت في زي قسيس وسرير وعليه فاكهه، وبعدين طلعت تاني لقيت الجامع السلالم كويسه، وابو بنتي انا وهو بنصلي في الجامع ده، انا منفصله انا وهو. وده احنا ببحر وكلام زي كده. طيب بقول لك ايه؟ انت بتصلي ولا لا؟ الو. طيب ايمان. يا ايمان. الو. ازيك يا ايمان؟ الو. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ انا عندي ماما حلمتلي بحلم. ايوه ماما حلمتلي بحلم. ايوه قولي يا حبيبتي. اني انا بابايا متوفي، فحلمتلي ان هو اداني ان ماما يعني ان انا عايزه استلف فلوس
وهو قال لها انا مش بستلف من حد. فقالت له لا طب ايه هتصرف لنا في 1000 جنيه. راح قال لها لا انا مش هينفع استلف. فهو راح يعني مسك كده في مكان وجي تاني راح اداني فلوس، راح اداني فلوس كتير قوي. عمرك كام سنه يا ايمان؟ انا عندي 30. لسه ما اتجوزتيش؟ لسه ما اتجوزتيش يا ايمان؟ لا انا متجوزه ومعايا بنتين. طيب تمام. عندك اخوات بنات لسه ما اتجوزوش؟ لا لا كلهم متجوزين. طيب بصي بقى، اولا معنى معنى الالف ده، ان دل على شيء بيدل على عايزه ود بينك وبين حد. الحد ده الله اعلم بقى من اهل زوجك او من اهل والدك، خدتي بالك؟ وطالما هو بيقول انا مش بستلف، معنى كده ان هو برضو يعني سبحان الله عزة النفس عايشة، يعني ما زالت معاه عزة النفس. معنى كده ان هم في قطيعة من ناحيتهم. ف يعني بصي، هو طبعا الرؤية ممكن يكون داخل فيها الشيطان قوي، لان الميت ما بيحثش على قطيعة، عرفتي؟ بس الرؤية دي فيها قطيعة وفيها عزة نفس، لان هم ايه بعدين عنكم او بعدين عنك بمعنى اصح. ف هو بيقول جاب لك بقى، هو جاب لك الفلوس الكتير، معنى كده ان هم هيجوا. فهو بيقول لك اصبري شويه، ما تزعليش ولا تحزني على ال الجفاء، الجفاء بين الاسره مثلا او من الناس اللي ناحيه زوجك او ايا كان، هو في جفاء يعني. فان شاء الله هيحصل فيه وداد ووصال باذن الله. يا ايمان لو كنت صوتتي التلفزيون كنا كسبنا وقت. اشكرك يا ايمان، اشكرك. اي هدى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل هدى. يا جماعه لو سمحتوا ممكن توطوا التلفزيون عشان نقدر نسمع بعض وما ناخدش وقت من الساده المتصلين. انا بحبك قوي يا قلبي، ثبتيني. وانا بحبك قوي يا هدى. انا صفيو. ايه لو سمحتي. انا حلمت حضرتك ان انا واقفه في الشباك وفي غسيل التلفزيون، واقفه في الشباك وفي غسيل. وانا واقفه جت عليا عرسه فخفت منها ودخلت، جيت ارجع تاني. ايوه يا هدى كملي. جيت ارجع تاني لقيت العرسه نطت من البلكونه. طب الحمد لله. انت متجوزه يا هدى؟ اه. طب خلي بالك بقى. وحلمت حلم تاني برضو. سامعاني ولا لا؟ وطي التلفزيون عشان نتناقش. انا في البلكونه. انت في البلكونه؟ طب اسمعيني بقى، العرسه قاعده جنبك اللي شفتيها. طب في حلم تاني. طيب بص اسمعي بس، اسمعي يا هدى، خلينا واحده واحده عشان مش بكتب، مش قادره اكتب. أيوة. انا اسمعيني هدى. ايوه. العرسه معناها امراه فاسقه بتحاول انها تدخل بيتك بطريقه غير شرعيه. ها؟ أيوة. يعني ايه؟ يعني عينها على الراجل. تمام. وانت نطرتيها من البلكونه او من الشباك، معنى كده ان انت انتبهتي. بس بعد ايه؟ بعد ما دخلت بقى وكده وهتحاول بقى، فانت من البدايه خدي حذرك. الرجاله ما تتسابش يا جماعه، الرجاله لازم تحط عليها يعني تسيطر عليها يعني. تمام. بس ده اللي انا كملي. ها التاني. الحلم التاني حلمت ان البلكونه بتاعتي منشور عليها غسيل كتير ومتوسخ، وبقول له ماما تعالي نروح نلم الغسيل. بابا قال خلاص نجيب ستار، وانا معيش مفتاح شقتي، فقلت هاخد مفتاح من جارتي يفتح باب شقتي. جارتك؟ ايوه. طب بقول لك ايه، هي جارتك؟ أيوه. دي علاقتك بيها عامله ازاي؟ بناكل مع بعض، بنفطر مع بعض. والله هم ده اللي بيجي مرام مصايب يعني، خلي بالك يعني. بصي انا مش يعني ربنا يعني. بصي انا هقول لك على حاجه، خدي حذرك، احذر عدوك مره واحذر صديقك 1000 مره. وممكن حد انت بتاكلي معاه في نفس الطبق يكون ماسك لك خنجر في ظهرك، يعني انتبهي. يعني بصي يعني الانتباه حلو، يعني تنتبهي. ايوه. دي نفوس بشريه، وفي طبعا كم الحالات اللي بتعرض عليا
قد ايه كانوا اصحاب قد ايه، ودي خطفت دم جوز دي وخد. خلي بالك حتى لو كانت متجوزه خلي بالك، والله قد كده اتعرضت عليا حالات، ف خدي ما تطلعيش فيها بس خدي حذري. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. حضرتك بس بعد اذنك، عندي حلم ووالدتي عندها حلم. طيب يلا قول. انا دلوقتي حضرتك احنا قاعدين في محافظه ثانيه ومتأجرين شقه، تمام؟ اه. فحلمت في الشقه دي. مش انت يا استاذ محمد اللي مامتك كانت عايزه تتنقل وترجع ثاني؟ اه. شفت فاكراك. فبعد الحلم ده على طول حلمت. اه. يا دكتوره؟ ايوه سامعاك. حلمت ان انا نايم على ظهري، تمام، في الشقه دي. اللي انت فيها في البلد الحاليه. لا اللي انا متأجرها، اللي قاعد في محافظة تانية ومتأجرينها. ايوه اللي انت فيها. ها قول. اه حلمت ان انا نايم على ظهري. تمام. ونمل كتير جدا جدا. أوه. جدا. اوه. جاي عليا. تمام؟ يا دكتورة. سامعاك والله. سامعاك. صرصارين كده ولا ثلاثة، بس الصراصير يا دكتورة كبيرة جدا جدا، أكبر من حجمها اللي احنا بنشوفه. كبيرة صرصارة؟ ثلاث صراصير او اتنين مش فاكر العدد، بس كبار جدا جدا جدا. يا ساتر ربنا يستر عليك يا استاذ. كبار جدا جدا جدا، اكبر من الله اللي هم الحقيقيين. تمام. ماشي يا دكتوره. ماشي. والنمله جايه عليا كتير، انا خايف، فلقيت ازازه كده بلاستيك، ازازه بلاستيك. النمله زي نظام شايلها كده. ازازه بلاستيك؟ اه زي نظام النمل شايلها. طيب ها. دي كله انا نايم على ظهري. ايوه وانت بتتفرج. نعم. بتتفرج على المنظر ده. انا مرعوب في الحلم. فالمهم المهم حضرتك، انا رحت مغمض عينيا، راحت الازازه خبطاني في وشي. تمام. يا دكتوره سامعك والله العظيم يا استاذ محمد. طب اقول لك ايه، لقيت نفسي واقف على باب الشقه. ماشي. تمام. لقيت نفسي واقف. نعم تمام. ها كمل. لقيت نفسي واقف على باب الشقه، فلقيت امي جنبي صاحيه من النوم، يعني زي نظام صاحيه من النوم وكده. تمام. ماشي. فجيت انزل، عمال انزل، العماره دي اصلا خمس ادوار. يعني خمس ادوار. عمال انزل يا دكتوره، اكتر من خمس ادوار مش فاضي تنتهي. فرحت فاضي. رحت ايه؟ العماره دي اصلا في الحقيقه خمس ادوار. ايوه رحت ايه بعد كده؟ صح ماشي. اه عمال انزل اكتر من خمس ادوار مش فاضي هتخلص، رحت فاضي. قال ايه الحته الاخيره؟ رحت فاضي. فاصل ايه؟ ماشي. نعم. فاصل ايه؟ مش سامع حضرتك. رحت ايه في الاخر؟ انا عمال انزل اكتر من خمس ادوار، العماره دي اصلا خمس ادوار يا دكتور. أيوة انا عمال انزل. ايوه بعد ما نزلت رحت ايه الحته الاخيره؟ رحت فاطت. فاطت؟ فاطت. اه ناطت، رحت ناطت، مش قادره تنتهي، رحت ناطت. طيب ماشي؟ ايه اكمل بس يا دكتور، رحت ناطت. طيب يلا قول. فانا بقى انزل، لقيت واحد ما اعرفهاش. تمام؟ عملت انزل من على المواسير وانا انزل، فلقيت نفسي في زريبه. ماشي. ايوه زي زريبه وبهيمه، بس ما فيش زريبه ولا بهيمه، بس هو في الحلم زي نظام انا في زريبه وبهيمه، بس المكان نظيف. تمام. فصاحبه العماره زي نظام صوتت، يعني في حراميه في الزريبه. فراحت الواحده اللي معايا دي انا ما اعرفهاش، راحت فاتحه الباب. فالناس جايه جري كده. ماشي. انا فكرت الناس هيمسكوني، فرحت جاي، لقيت ناس مش سايباني ومش مسكتني، وديت اجري مع الناس اللي ما اعرفهاش، وديت نجري، فلقيت حد بينده عليا بيقول لي نادى اسمي محمد علي، اسمي محمد علي. راح نادي اسمي في الحلم. ربنا يستر عليك يا استاذ محمد. ماشي. راح نادي عليا محمد علي. فانا جيت اجريت من الخيم، مش عايز ارجع، عمال اجري. فدخلت بيت حد انا ما اعرفوش برضه، يا دوب دخلت برجلي يا دكتوره، اديت اقول اه في الحلم، صحيت وانا بقول اه، وضهري ساعه ما صحيت كان واجعني جدا، زي نظام علي حيطه كده، تعبني جدا. واضح ان انتوا عايزين ترجعوا بلدكم يا استاذ محمد. هو انا بس اللي عايز ارجع، بس امي واخويا رافضين. يمكن انا بقالي يا دكتور اربع شهور قاعد من الشغل، والعياده دي بتتكرر كل سنه، بشتغل اربع شهور واقعد نص سنه، مش عارف ليه. بص هي طبعا واضح وضوح الشمس ان في الاول حاجه النمل اللي انت شايفه ده معناه حسد من الناس، وحسد على شيء يعني هم شايفينه من وجهه نظرهم نعمه، ولكن يعني مش عارفه هو يعني بيحسدوك على اي حاجه، فاهم ازاي؟ وبعدين البرطمان البلاستيك اللي اتضرب على وجهك ده دلاله على بلاء هيصيبك. تمام. هي دكتوره ازازه جت في وشي، ازازه بلاستيك. ما انا قلت لك ده معناه بلاء هيصيبك. اه
وبعدين الثلاث صرصارات اللي انت شفتهم ده دلالة على ثلاث نساء بوجهين، يعني ستات كده بوشين، عاملة نفسها كويسة وهي مش كويسة، خدت بالك؟ والنزول اسمه ايه؟ الفط والنط ده، ده دلالة على انك يعني هتهرب من حاجة معينة. بنزل من على المواسير كده. ما هو بقول لك ما انت هرب من امر ما، فلا لم حالك وامشي ارجع. طب والدتي اللي كانها صاحية من النوم، ما هي والدتك نايمة في غيبوبة مش حاسة باللي بيجرى لك، ده انت اللي هتحصل لك المصايب. ايوه طب هي في امان. النايم عايز الكب. اسمع مين اللي حلمك من شفصيلة عندي؟ عايز اقول حاجة بس بعد اذنك. قول كملي التفسير واقول حاجة بس بعد اذنك. ما خلصت انا. يلا طيب. طب اللي بينده عليا ده اللي هو قال يا محمد، ده اسم الحقيقي محمد علي. ما هو انت المقصود يا ابني، انت المقصود، طالما اتندهت بالاسم يبقى انت بالفعل المقصود. انت طبعا لا بتصلي ولا ليك علاقه بالله. انا والله كنت بصلي وبقرا قران، بس والله من ساعه ما الدنيا وقفت في وشي وانا كرهت كل حاجه. لا انا ساعات ما باكلش ومش يعني بص حياتي متقفله جدا جدا، الموضوع ده بيتكرر كل سنه. استنى استنى بس، كرهت كل حاجه ايه بس؟ استنى، الكلمه اصلا في حد ذاتها يأس، ولا تقنطوا من رحمه الله. انت عندك قنوط رهيب من رحمه الله تعالى، عايز ربنا يفتح لك ازاي؟ ومن اعرض عن ذكري فله معيشه ضنكا، معنى كده ان انت يعني الدنيا هتقفل معاك قفله سودة لو ما فردتش مصليتك والتجأت الى الله تعالى. لا ابن بينفع ولا اب بينفع ولا ام بتم ولا حد بينفع، هي عملك الصالح اللي هينفعك في دنيتك وهو اللي بيفتح لك الطريق، واول طرق الفشل ايه؟ مغادره الصلاه وانت حر. طب هو في بتاعه العماره دي في حاجه ان هي بتصوت يعني كان في حرميه في بيتها؟ ما خلاص يا استاذ محمد، ما هو كلها مصايب. معلش حلم حلم. اشكرك يا استاذ محمد. ام عبد الرحمن اهلا بيكي يا ام. السلام عليكم. اهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اشكرك. والله انا معلش انا قعدت كتير قوي قبل ما وصلت لحضرتك، ربنا يباركك يا رب. انا بتاسف لك يا ام عبد الرحمن. لا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي انا اسفه، بس يعني عندي ثلاث رؤى صغيرين ان شاء الله بامر الله. قولي يا قلبي. اول واحده حلمت ان والدتي المتوفيه حلمت بيها في الحرم، انا كنت واقفه في الحرم لوحدي. أيوة. من غير ناس خالص، شايفه الكعبه، كل ما اقدم منها كل ما الرهبه بتاعه الشوفه بتاعه الكعبه تخدني. الله عليك. فلقيت والدتي من عند كتفي بتخبط عليا وبتقول لي ايه يا حبيبتي انت؟ قلت لها ماما هو انت مش متي؟ قالت لي انا مت، ما هو ده بيسي. الله قلت لها عليك. قلت لها طيب انا خايفه، قالت لي ما تخافيش من الكعبه، قلت لها وفين الناس؟ قالت لي تعالي بس ما تخافيش ده بيتي. ورحنا قاعدين في حجر سيدنا اسماعيل، خدتني وقعدنا انا وهي هناك في الحجر بتاع سيدنا اسماعيل. وراحت قالت لي عارفه انا اسمي سمر، قالت لي عارفه يا سمر الدعوه الاخرويه حلوه، انت مش متخيله انا شفت ايه عند ربنا من بعد ما قابلته، انا شفت كل حاجه حلوه. فبرضو الدعوه الدنيويه لازم تاخد قسط منها، وقعدت بقى تدعي لي انا واخواتي بالستر والصحه وطول العمر والرزق وكل حاجه. جميل يا ام عبد الرحمن، انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، رؤيه في منتهى الجمال بجد. يعني ربنا يلحقنا بها على خير، طبعا والدتك نحسبها على خير، فهي منعمه في الجنه ما شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر. بصي انا هشكرك واطلع فاصل وارجع اكمل لك، ماشي؟ أغره واكبر صلوات الله وسلامه عليه الصلاه والسلام. استأنف رحلتنا لعالم الاحلام ورؤيه ام عبد الرحمن. طب هاخد اتصال وارجع لك يا ام عبد الرحمن. فاطمه ازيك يا جميله يا قلبي؟ ازيك يا طمطم؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الله يخليك، وحشتينا طب يعني. ربنا يخليكي ليا يا فاطمه، وميرسي على دعواتك يا حبيبتي، وطبعا اشكرك جدا يا قلبي، ربنا يخليكي ليا. جميله حبيبتي. معلش الصوت مش واضح، حضرتك سامعاني كويس؟ سامعاكي، اتفضلي. تمام، عشان بس الصوت بتاع حضرتك بيقطع معايا. طب يلا قولي بقى. عندي بقى بصي شويه رؤى، ممكن معلش تستحملوني. احمد هيضربنا بالنار، قولي بقى. معلش انا هدفع له رشوه احمد لو سمحتي يا احمد بعد اذنك. ثبتيه. اول حاجه عشان هما صغيرين والله كلهم يا دوب يعني. يلا
قولي. لقطات كده. حلمت ان انا بشتري برا جديده ولونها بيج وكان شكلها جميل والقماشه بتاعتها حلوه خالص. برا برا وريحه في اللبس جدا يعني. بس ادي الرؤيه الاولى. بقول لك يا فاطمه اوعي تقديم على خلفه تاني، هتجيلك بنات تاني، انت حره. يا لهوي. لا ما تفسريش يا دكتور. بصي اي حاجه فيها خلفه ما تفسريهاش لو سمحتي. قولي. تاني رؤيه، حلمت ان انا في مستشفى. والدكتور يعني رايحه اكشف، الدكتور طلب مني اعمل رسم قلب. دخلت المكان اللي هعمل فيه رسم القلب لقيته عياده تجميل، يعني الناس اللي هي بتنفخ وتشد والكلام ده اللي هو بتاع التجميل. بس هو ده اللي انا فاكراه. طيب بص يا فاطمة، اي شيء في عيادة زي ما اتفقنا مطالب منك يعني شوية اكثار في الصلاة او العبادات. انا عارفاكي طبعا بسم الله ما شاء الله عليكي ان انت حد ملتزم. الله يخليك يا رب. ولكن عايزاكي تزودي بقى، لان عيادات التجميل دي ما هي الا اضافات، تزويد، تجميل، حاجات كده بتزود جمال للمرأة. فمعنى كده ان انت ممكن تكوني كنت ماسكة ورد معين وبطلتيه يا فاطمة. ممكن تكوني في حاجه، انا عارفه طبعا انت عشان لسه عندك بيبي صغير ممكن يكون معطلك على حاجات كتير. انا حاليا برضو مش بقدر اعمل اللي كنت بعمله الاول. لا يعني. فاطمه على قد ما تقدري يعني، افضل الاعمال اقلها وان دام، يعني قد ما تقدري ارجعي كده، يعني لو كنت بتعمليها 100 اعمليها 10 بس ما تسيبيهاش. تمام بس كده. ثالث رؤيه حضرتك، حلمت بوالدي الله يرحمه راكب عربيه ملاكي بيضه وانا راكبه جنبه. ايوه. والناحيه اللي انا راكبه فيها جنبه مفيش باب، يعني انا مني للهوا كده. اها. وانا بقول له ينفع كده يعني يا بابا؟ ينفع يعني انا ازاي راكبه كده الناس شايفاني في الشارع كاني ماشيه في الشارع يعني كل باينه. وكان سايق رايح بينا عند عماتي. وبعدين هو ماشي. علاقتك بعماتك حلوه ولا وحشه يا فاطمه؟ هم قطعوا علاقتهم بينا بعد وفاه بابا بدون اي اسباب حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. بس فهو ماشي في عربيات كتيره جايه عكس، راح بابا جايب ورا بالعربيه. وراح داخل شارع جانبي، لقينا الشارع مكسر ومليان طوب مكسر والعربيه برده مش عايزه تمشي. معلش يا فاطمه بصي هقول لك على حاجه، هو طبعا الرؤيه دلاله مؤكده من والدك بيقول لك معلش حاولي ان انت تصليهم رغم ان هم ما يستاهلوش، ولكن حاولي ان انت تصليهم، لان معنى ان انت الرؤيه في قصدي اسمها ايه السياره في الهواء كده، يعني هم مش اهل لستره حد مش، وبعدين دخلتك في المكان المكسر ده دلاله على ان صعوبه في حاجه، صعوبه على النفس ان انت توصلي حد وقطعك. انا عارفه ده مردوده ايه على النفس، ولكن والله يا حبيبتي يعني مفيش اي سبب. انا عاتبت لهم كتير، انا عن نفسي عاتبت كتير، بس بيقولوا اسباب تافهه ومستفزه. بصي يعني بصي يا فاطمه، احنا بنعمل بنوطد علاقتنا بلا مش ببني ادم، لا البني ادم هينفعنا ولا يزيدنا ولا يقربنا ولا اي حاجه، هي صله رحم عشان بس لما نساءل يوم القيامه يبقى عندنا الرد ان احنا عملنا اللي علينا. عرفتي؟ معلش تمام. حاولي ولو حتى بالوصال ان انت تسالي عليهم من بعيد، مش شرط تروحي لهم مباشره لو الموضوع ثقيل على النفس يعني. تمام؟ ربنا يقدرنا يا دكتوره. يا معلش يا حبيبتي. اشكرك يا فاطمه. معنا ام عبد الرحمن. اهلا. يا اهلا دكتوره صافي. يا اهلا يا حبيبتي. اتفضلي. ازيك وحشانا منوره الدنيا والله. ربنا يخليكي ليا يا ام عبد الرحمن. اشكرك. انا معايا حلمين صغيرين وحلم الجوز. طب قول يلا. حلمت ان انا عندي غساله في المطبخ اللي هي الغساله الاوتوماتيك دي شغاله، وبعدين لقيت الصرف بتاعها زي ما يكون البلاعه كده ملت المطبخ ميه وخرجت لبره. مع ان ده ما بيحصلش في العادي عندي خالص يعني. لا لا ملوش دعوه، ده حاجه تانية خالص. وبعدين في طرقه عندي كده واصله الاوض ببعضها لقيت فيها بلاعه برضو بتطلع ميه. يا نهار ابيض. بص يا ام عبد الرحمن صلى على رسول الله، اولا البلاعه في الرؤيه دي دلاله على امراه سيئه الخلق. تمام؟ سيئه الخلق جدا، ست مش كويسه. تمام؟ انت مدخلاها في حياتك قوي، وبما انها في الطرقه او في المطبخ حد انت ما امناه له قوي، بس خلي بالك لانها دي هتعمل لك قفله في حياتك، لاني اصلا الحرفيه لما تقفل او الماسوره او حاجه معنى كده ان الست دي هتكون سبب او مصدر لمشكله كبيره قوي 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 في بيتك. حاولي ان انت تعرفي مين هي، اكيد كل ست عندها الحاسه السادسه عاليه قوي، تعرف مين الست اللي ممكن تخرب بيتها وتتقي شرها. الله اعلم. ايوه
الو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مين؟ لو سمحت يا دكتور عندي رؤى. مين يا حبيبتي اسمك؟ ام مكه. ام مكه، اهلا يا ام مكه. عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد صديقه لله. البرنامج. الحمد لله. قولي يا قلبي. بعد اذنك اختي حلمت ان هي بتخلع دروسها بايديها. لا بص هقول لك على حاجه، ماسكاهم في ايديها طبعا صح؟ اه. هي هتطالب باموال فيها ميراث، هتطالب وبشده. ايوه. يعني هتقف كده وتجيب حقها بايديها، عرفت ازاي؟ ايوه. مشاكل يعني، مشاكل بينها وبين اهلها وكده، وهتاخد فلوس بالعافيه. ماشي، متشكره جدا. اشكرك يا ام مكه. رحمه. الو. اهلا يا رحمه. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ كم سنه يا رحمه؟ 16. قول يلا. ها قلتي، هو انا حلمت حلم، لقيت كنت واقفه في البلكونه. اه. لقيت في عربيه زي عربيه عاديه. ها. نزل منها ميت. ها. متكفن وماسكينه اطفال. اطفال عندنا. وبعدين بعدها قعدوا يلفوا حوالين العربيه ودخلوا البيت. بيت مين؟ بيت كده ناس قدامنا. عارفاهم؟ اه. بص يا رحمه، ده زي ما بيقولوا رب البيت، رب البيت اللي انت شفتيه ده، بما ان الاطفال اللي شايلينه معنى كده دي المسؤوليات اللي عليه، وهو متكفن. يا جماعه الكفن في الرؤيه لما يكون مغطي الميت تماما فده معناه موت بالفعل، ولكن لما يكون راسه باينه ده دعوه للزنا، ده شيء تاني يعني. ولكن الرؤية دي معناه ان رب البيت ده هتحصل له يعني مصيبة كبيرة، وعليه مسؤوليات كتيرة كتيرة جدا وديون اكتر. الله يرحمه يا رب. واختي حلمت حلم تاني برضو. قولي. لقيت هي واقفة في البلكونة هي وبنتها الصغيرة. لقيت في عربية اسعاف قدام بيتها، وميت نازل من البيت اللي قدامها، بيت باباها، ومسكينه هو واقف على حاله. بيت بابا مين؟ بابا اختك؟ بابا اختي. هو بابا اختك غير باباكي؟ لا، هو بابايا. طيب. نازلين بالميت دوت، هي تقريبا عارفاه، وماشي على رجليه. ومتكفن ولا مش؟ ومتكفن وماشي على رجليه. لحد راسه؟ لابس شراب. لحد راسه؟ لحد راسه. بس رجليه بس هي اللي باينه، ولابس شراب. اهو ده اللي انا قلت عليه في الاول. وماشي، واول ما كده في ناس قالوا حرام ان هو ماشي كده، هاتوله شبشب او اي حاجه يلبسها. في الاخر صحيت مفزوعه من الحلم. لا، الرؤيه وحشه، الرؤيه وحشه، وهتطلع على امر واحد يعني بيرتكب ذنب عظيم او كبيره من الكبائر. تمام. وهو غالبا متزوج، ولكن بيعمل كبيره يعني، ربنا يصلح حاله. طيب اشكرك يا ام مكه، قصدي رحمه. ايه. السلام عليكم. اهلا بيكي يا ايه. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. انا عندي بس ارجو من حضرتك تفسروني لما اقول. طب قول يلا. انا كنت حلمانه ان النظام في حته زي الطرق، وفي واحده اسمها نجاة في الحلم، وابنها جمعه. سمعني؟ سمعيكي، كملي. وبعدين انا بابايا اصلا متوفي، الله يرحمه. وانا اصلا حامل، وده يعني ايه حامل، وخلاص هولد الاسبوع ده ان شاء الله. تقومي بالسلامه. نعم، ان شاء الله تقومي بالسلامه يا رب خليك. وبعدين واقفه جنب بابا، وبابا لابس جاكيت ازرق، واقول يا بابا خد كلم عمرو ده جوزي. عمال يقول له في التليفون تعالى 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 خد آية. جوزي مش راضي. بعدين قلت له خلاص يا بابا، ده هو مش راضي، قول له آية بتولد. بعدين في كلمة وانا بقول له آية بتولد، ببص بقول له ماما انا هولد. وبعدين رحت بص على الطرق كده والمقابر، بقول لها انا هولد، هتسيبيني اروح هنا؟ يا آية، والله عليكي بالرؤية دي خالص. انت بصي، الرؤى الحامل وخصوصا في اخر
اخر شهر ليها لا يؤخذ بها، لانك عندك هلاوس اللي تشوف ابنها طالع مش عارف من غير راس، اللي تشوف ابنها طالع مش عارف ايه، اللي تشوف نفسها راح المقابر، كل ده هواجس في نفس المرأة اللي عشان انت مقبلة على عملية وكده، فكل ده قلق. ولكن بما ان ظهرت نجاة في الرؤية وظهور والدك، اسمعي يا عيا، طب اسمعي بس خلينا نكمل الرؤية الاولانية. فظهور نجاة وظهور باباكي ده دلالة على النجاة، ويوم الجمعة ده دلالة على ان شاء الله ربنا يعني هيخلصك منها على خير، يوم البركة ده بإذن الله تعالى. قولي. الو، اهلا وسهلا يا ام مايا. اهلا، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، الحمد لله. الله يخليك يا حبيبتي. انا حلمت داني لابسه عباية سمراء طويلة وواسعة وواقفة، فحد اداني خمار، كان له خمار فاداني خمار دي خماري بس اكبر واوسع. لا انا مش سامعة يا ام مايا، الصوت عمال يقطع. انا حلمت اني لابسه عباية، ايوه عباية سمراء وكبيرة، واسعة وطويلة. واسعة وطويلة. ايوه. الو، سامعاكي، كملي. ايوه واسعة وطويلة، وحلمت ان حد اديني خمار، انا ايه فقلت اكبر من خماري. هو جوزك قاعد معاكي ولا لا؟ جوزي متوفي. انت كام سنة يا ام ايه؟ انا 41. انت 40؟ 41. طب يعني انت هتتجوزي تاني يا ام ايه؟ لا، فانا حلمت خدت الخمار لقيت عليه براز فراخ. ماشي. ايه؟ الو. اوكي، ها كملي. لقيت فرحت اغسله على الحوض، لقيت يجي 10 فرخات حمر بيضحكوا زي كانهم حريم قاعدين على حوض، وبيضحكوا ببص يعني بيضحكوا بمجلاكة. فانا قلت مش هلطكوا، غسلت الخمار رحت امشوا على الحبل. ماشي. ايه؟ انا الو. 4 فرخات حمر قاعدين زي الستات. لا، 10 فرخات حمر قاعدين في حوض، حوض غسيل. طيب تمام يا دكتوره. فرحت غسلت الخمار وخدت نشرته على الحبل. طيب حلو قوي، كملي. ونضف. غسلت عم براس فراخ، بس بعد ما غسلته وحطيته على الحبل لقيت حته طماطم صغيره كده فيه. طماطم. ها. فعدى واحد اسمه حسين، هو متوفي، معدي بحمارتين قدامه، حماره حامله وحماره فاضيه، بده يعدي من عندي، راح لقى الحبل فاصل بينه وبينه. حماره حامل وحماره حماره محامله حاجه يا دكتوره، محامله حاجه زي طوب معرفش ايه، والثانيه فاضيه. يا امو يا امو. ايوه يا دكتور، اضحك عليه، ما انتش سامع. انا عايزه ترجمه. ايه؟ انا عايزه ترجمه الكلام. طب فسري يا دكتوره الحوار ايه في الحلم كده. طيب اسرع اهو. اضحك عليه. الو. هقول لك. حاضر حاضر، خلاص. انت حبيبتي يا دكتوره والله. لا حاضر. بصي اولا. ايوه. بصي، موضوع ان انت تلبسي خمار تاني والخمار ده تلاقيه في بقع او كده، معنى كده ان هيجي لك عريس بس هما شويه يعني حتى لو كان كويس الناس هتقول عليه مش كويس، مش اهل ليكي، مش زي اللي كان عندك، مش عارف ايه. الناس طبعا ما بتبطلش كلام نهائي، تمام. وكون ان انت بتغسليه، تمام، معنى كده ان انت بتحاولي ان انت تبينيه في ابهى صوره. بس برضو بما ان ظهرت بقعه الطماطم دي دلاله على ان برضو في مشكله كبيره برضو فيه، وهتبان للاخرين، تمام. انا معرفش حد اصلا ولا هيجي. يا حبيبتي هيجي بعد ما تولد ايه. هيجي ان شاء الله. ان شاء الله. انت لسه بسم الله ما شاء الله عليكي يعني 41 سنه وهتبقي جده، الله اكبر. في حلم ممكن اقوله ولا لا؟ والله طب ترجمي لي بس، انت بتقولي قولي لي الكلام كده واحده واحده. ماشي. يلا قولي. ها، في حلم صغير انا اقوله ولا بلاش؟ قولي هحاول. يلا. يا حبيبتي، انا حلمت ان جوزي المتوفي جاهز وامه وامي اني نبعض. ماشي. استني يا دكتور، استني الحته دي. قاعد هو وامه ايه؟
جوزي متوفي وامي امي انا متوفيه قاعدين مع بعض ماشي قاعدين مع بعض ها نبعد وفي كرتونه ليمون راحت امي شايله كرتونه ليمون مفطيه وراح وفي طفل نايم على الارض ميت صغير كده وشه وبقه كله دم الولد ده في الحلم ابن امي يعني اخويا ماشي راحت امي ماسكه الكرتونه خبط بها جوزي ومصاطه قالت انت السبب يعني في موته اهي كده فصلت انا واحده واحده وماما بتسلم عليك بتقول لك مليني واحده واحده بصي سامعاني يا دكتوره خبطت خبطتي جوزك على على ده امي امي انا اللي خبطته بالكرتونه فيها ليمون فقط الليمون وخبطته بالكرتونه وراحت صرخه طب استنى استنى هقول لك على حاجه استنى قولي يا حبيبي العيل اللي بالدم ده حاجه خلاص وحشه والحمد لله ربنا عفى عنكم منها تمام اللوم والعتاب من الوالده وكرتونه الليمون ده معناه ان انتوا في حاجه هي موصياكوا بيها وانتوا ما عملتوهاش ايه بقى ارجعي كده شوف تضرب جوزي انا يا دكتوره تضرب قلب كل انت السبب المقصد مش جوزك المقصد انت عندك ولاد غير ايه احمد ومحمد المأذيين يا دكتوره برضه كبار ابني لسه مكلمك احنا مأذيين جامد يعني ربنا يا رب يزيح عنكم يا رب بصي يا بس عليكم بس زي ما بقول لك لوم وعتاب ان انتوا ممكن يكون العيال دي بعيده من ربنا ما بتصليش خدتي بالك فطبعا دي اس المصايب البعد من الله تعالى هو اس المصايب فانتوا كده يعني زي ما بقول لك واحد بلا اسلحه بيتجرد من سلاحه اللي هو السلاح اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السلاح اللي هو القران الصلاه العبادات كل الحاجات دي هي دي الاسلحه فلما يكون يعني كده انتوا عرضه فلذلك انت بقى كأم بقى حاولي ان انت تسيطري وتخلي العيال دي بقى ايه يعني تصلي بقى وتتقرب من الله تعالى عشان ما يبقاش في نوم وعتاب يعني اشكرك يا ام ايه ام محمد معلش يا ام محمد طولنا عليكي الخط قطع طيب بس فانا بقول لك يعني حاولي الميت لما يجي في ناس تقول لي ايه الميت جاني وبيقول لي مش عارف ايه ما تكلميش فلانه ما تكلميش لا لا الميت ملوش دعوه بالدنيا خالص نهائي ملوش دعوه بالدنيا المقصد بيه ان هو ممكن يكون تداخل شيطاني او تداخل نفسي لان البني ادم اصلا نص يعني 50% او 55% في احلامه نابع من نفسه ولا شعور بتاعه معانا ام نور ازاي حضرتك ازيك يا ام نور ربنا ينور بصيرتك يا رب الله يبارك لك يا ام نور بيك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي تسلمي لي بقول لحضرتك احنا من بلد جنب اسكندريه احسن ناس الله يخليك فبنروح اسكندريه نشتري حاجتنا وكده بنتي حلمت بنتي في ثانوي ربنا يخلي ها يا رب حلمت ان هي ماشيه في اسكندريه مع اختها نور واخوها محمد ايوه وبعدين بصت ما لقتش اخوها محمد فبتقول لواحد هو اخويا فين قال لها راح مش عارفه كليه الهندسه او نقابه هندسه هو الولد في ثانوي الولد اولى ثانوي ابشري فحته في هندسه يعني مش عارفه كليه أبشري. ولا ايه ابشري الولد ده بصي طبعا هو دلوقتي في حيره يخش ادبي ولا علمي يبقى كده على طول على طول ايه على طول علمي بقى دي الرؤيه جايه له جاهزه من اخته بسم الله ما شاء الله مع انه ما بيذاكرش والله يعني لا في ناس بصي بصي يا ام نور في ناس دماغها متسيستمه على العلمي وفي ناس متسيستمه على الادبي هو ممكن يكون يمشي في المواد العلميه حلوه قوي يا وش الخير يا حبيبتي ربنا يديك الخير حبيبتي ربنا يخليك اشكرك محمود من اسكندريه ده اخر اتصال يا جماعه اهلا بيك يا استاذ محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا دكتوره صوفي الحمد لله ربنا يخليك والله كان حلم صغير كده بعد اذن حضرتك لا تفسره لي يعني اتفضل خير والله انا من زي ما تقول انا من هواة الصيد شويه ما شاء الله فكنت بحلم بمزرعه اللي انا دخلتها المزارع دي بتاعه الحكومه مزرعه سمك مزرعه سمك مزرعه دي سمك. عندك في الحقيقه موجوده في الحقيقه بروح اصطاد فيها انا ايوه تمام كمل عشان نخش فيها امن من بره ممنوع حد يخش منها تمام فجات لي في الحلم اللي انا دخلت وواحد من الامن قابلني قابلني على الباب
كويس. ما تكلمش معايا. معايا كده؟ ايوه سامعاك، كمل. فاللهم صل على سيدنا محمد. قابلني قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا داخل لواحد جوه في بيوت، هي المزارع دي اصلا ما فيهاش بيوت. في بيوت انا شايفها من جوه خالص. قلت له انا رايح لواحد في بيت من البيوت ده. قال لي اتفضل. فالمهم انا دخلت المزرعه، طبعا السكه طوالي وفي مصارف اللي احنا بنصطادوا فيها دي الصيد. معايا كده فهماني؟ ايوه سامعاك فهماك. فزي ما تقول انا مشيت في السكه لقيت بينا ياما، بس في مشايه صغيره خالص انا عديت من عليها رجليها الشمال اتعصت شويه طينه صغيره. اتنقلت طينه كده. فبعد ما عديت السكه ديت الراجل مشى معايا، وقفت على المصرف لقيت واحد طالع من وسط المزارع ما لهوش رجل خالص، بس رجله دي عجل. يعني اكنه ماشي على عجل كده بالظبط. تمام. وقف على الميه. طبعا احنا ما بنصطاد بنرمي غله الاول وبعد كده بننزله الصنانير اللي انت عارف السناره دي، وده من ورا اصحاب المزرعه. من ورا اصحاب المزرعه. مزارع حكومه. ايوه ما انا عارف. كمل. ها ماشي. فالراجل ده احنا بنرمي غله، الراجل ده ما رماش غله، الراجل ده رمى 5 جنيه وبعد كده رمى الغله. هو بص انا تحت رجلي لقيت غله ياما، بس الغله طويله. يعني مش انت عارفه الغله بس الحجم طويل شويه. حلو. فهو بص لقيت صنانير ياما. مش بتاعتي الصنانير، قعدت على الصنانير عمال اطلع بسمك، عمال اطلع بسمك، طلعت سمك ياما. وبص لقيت الراجل قدام مني مسك صنانير، صنانير كده بس شكلها غريبه قوي. وراح باصص لي بصه بعد كده رحت صاحي اتفاجئت وقمت من النوم على كده. طيب يا استاذ محمود، اللي انت بتعمله ده خطا فاحش، لاني معنى كده اشكرك طبعا يا استاذ محمود، ولكن في لوم وعتاب من قبل الله تعالى، لان دي تعتبر سرقه والدخول بمكر وخداع. اولا الصيد في الرؤيه معناه مكر وخداع، دي نمره واحد. نمره اتنين ان انت اوهمت بتاع الامن ان انت داخل تزور حد وانت مش داخل تزور، وشفت شفتك الرجل برجل واحده، معنى كده عجز منك. في بص عندك لسان حالك يقول لك حرام والتاني يقول لك لا مش حرام، لا نستمر لا ما نستمرش، لا يصح الا الصحيح. الموضوع فيه حرمانيه تامه. الغله اللي تحت رجلك ده انت مرزق، فما تاخدهاش بالحرام. خدت بالك؟ يعني الفلوس لما تيجي بطريق مش كويس يعني مش عايزينها، يعني حاول ان انت يعني تصلح الوضع ده. اشكرك يا استاذ محمود. بكده نكون وصلنا لاخر الحلقه. خلوني اقول لكم دعاء اخر الحلقه، وده حرز المسافر والمقيم، يعني المسافر واللي قاعد، للشيخ ابي بكر بن سالم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الاحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطايا، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا رب على سيدنا محمد واله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم نزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مؤمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. استنوني إن شاء الله تعالى يوم الجمعة الجاية لنطير سويا على أجنحة سحرية إلى عالم الأحلام. تصبحوا على خير.